احنا قلنا باللي الحياة منه ما هو يعني ما يتعلق بالشرع، منه ما يتعلق بالعرف، هنا يدخل في العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه بشكل عام. فكاين كاين 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 امور منكره عرفا، المجتمع يعني تعارف الناس على انكارها مثلا او على عدم قبولها. فانت لهنايا من باب الاحترام للمجتمع، اي مجتمع يعني احنا نتكلموا لنا ليس فقط المجتمع الاسلامي، حتى تكون في مجتمع اخر صح. فانت مطالب بان تحترم اعراف الناس وان يعني تستحي من المجتمع هذا، فلا تنتهك القواعد التي اجتمع عليها الناس او السلوكات التي تعرف عليها الناس او الامور التي تعرف عليها الناس. فالانسان يعني كما نقولوا يدخل او يعتمد ماده الحياه في التعامل تاعو مع الاخرين، فلا ياتيهم بما ينكرون ولا ياتيهم بما يعني لا كما نقولوا ما يتقبلوش بشكل عام. فانت دائما الانسان وسبحان الله لما يذكر الله سبحانه وتعالى لما يذكر قصه بنت شعيب مع موسى عليه السلام، سبحان الله يصور المشهد وكانك فيقول الله سبحانه وتعالى فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، وكأنه هذا الحياء بساط. شفت هذاك البساط الأحمر هذاك تاع الفنانين وتاع يعني المناسبات الكبيرة وتاع الرؤساء تمشي على استحياء، وكأنه هذا الحياء يعني شو أنت احنا أنت كي نقرأ لك الآية برك أنت تتخيل شغل تحس باللي حاجة هيبة، تحس باللي فيها شيء من الجمال والجلال شفت الحياء وش يدير. فأنت تقدر تتصور هذه الطفلة هذه فيها خجل، فيها حياء، فيها حشمة، فيها تربية، فيها كذا، فيها كذا. فأعطاك الصورة من خلال فقط هذه الآية. فالإنسان المؤمن في التعامل تاعه مع الناس لابد أنه يكون الحياء سمة، يكون خلق، يكون صفة، يكون هالة ترافقه في كل المعاملة تاعه مع الآخرين. حتى أنك أنت كاين ساعات أنت صالح كاين إنسان تحشم منه تستحي منه، يعني ممكن يكون قدك في العمر، لكن من الاحترام تاعه لذاته، من الهيبه اللي اعطاها له الله سبحانه وتعالى، من الجلال اللي هو يتسم به، من احترامه لنفسه، فتلقى روحك انت تحترمه بلمزيتك.